فيش حد دلوقتي، احنا عندنا كارثة يعني، عندنا القرصنة بشكل مباح يعني، انت بتلاقي السيديهات مزورة بتتباع علنا، مش زي مصر مثلا اللي بيبيع السيديهات بجوش دراهم، ياك خمسة دراهم يعني ما حصلتش خمسة جنيه يعني، بص الفرق يعني، واحد بيتعب وبيصرف ملايين ويجي واحد يسرق منه الأغاني يستفيد وببلاش وهو بيبيع الأكتر. فطبعا كارثة يعني، كارثة كبيرة جدا احنا بنعيشها في المعرفة، فيش حد عنده الجرأة انه يصرف أي حاجة. بالنسبة للإعلام هيغطي ايه؟ احنا يعني احنا ما بننتجش أعمال فنية بس.